الملايين يعيشون في خطر. الجفاف والفقر يهددان حياتهم، الوباء يحاصر صحتهم ورزقهم. يمكنك إنقاذ حياتهم. زكاتك تصل إليهم في 44 دولة لتكون غذاء، علاجا، عملا. قدم زكاة مالك الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم. زكاتك في أيد أمينة. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا مسار مهنتي. هذا البرنامج اللي بيركز على المهن المهمة في كندا، كيف دخول سوق العمل، ما هي حسنات هذه المهنة وسيئاتها، وأمور كثيرة وأسرار نفتحها لكم في هذا البرنامج فقط على كنار تي في صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف، واليوم سنتكلم عن مهنة مهمة جدا، وقد تكون من المهن اللي ممكن كثير من القادمين أو اللي بدهم يجوا على كندا يشتغلوا فيها إن شاء الله. هذه مهنة البلاط أو البليط زي ما بعض الناس بيحكوها، اللي هي يضع البلاط على الأرض وعلى الحيطة. عشان هيك اليوم معنا ضيفنا أخ عزيز وصديق الأستاذ أحمد المحمد. أهلا وسهلا فيك على كنار تي في. تحية لك وللجميع، وشكرا لك لإتاحة هالفرصة. شرف لنا أستاذ أحمد. أول شيء حابين نتعرف عليك أكثر. أنا بعرف إنك من سوريا، لو تحكي لنا شوي عن حالك، أنت شو كنت تسوي قبل، وين كنت عايش، إمتى إجيت على كندا، تفضل. اسمي أحمد المحمد، من سوريا، من مدينة حلب. نعم. من بعد هالحرب اللي صارت بسوريا طلعنا على تركيا. نعم. وبال 2016 سجلنا مشان نجي على كندا، والحمد لله تقريبا بال 2016 الشهر العاشر كان الامور صعبه شوي، يعني اول ما واحد يجي على بلد، لغه، طقس، ما في عائله، ما في جيران، يعني كل شيء مختلف. ايه، والحمد لله يعني هلا عنا 4.5 سنين، الوقت يمر بسرعه ما شاء الله. من وين؟ من حلب حضرتك؟ من سوريا عن حضرتك؟ من حلب، من مدينة حلب، من نفس المدينة، من بلد التجارة والبزنس وال نعم. أهلا وسهلا فيك، شرفنا، وإحنا بنتشرف بوجود أشخاص زيك في كندا. طبعا أنت تعيش في مدينة اسمها هاريسون، صحيح؟ نعم، قرية صغيرة شمال غولف اسمها هارستون. هارستون. طب كيف جيت على هاي المدينة أو على القرية هاي؟ جينا عن طريق كفالة كنسية، يعني أشخاص هون المجتمع، يعني يكفلونا عن طريق الدولة، كفالة يعني مشتركة. نعم. وقبل ما نجي بشهر تقريبا صاروا يتواصلوا معنا الكفلاء، تقريبا إن بين 10 و15 شخص. ولما نجينا عرفنا أننا نسكن بهالقرية، قال أنه أنا راح أشتري بيت وراح اشترى هالبيت وأجرني إياه، ولليوم أنا ساكن فيه. أهلا وسهلا فيك وشرفتنا، وإن شاء الله بتكون حياتك كلها خير وبركة. طيب خلينا نتكلم عن هذه المهنة، مهنة البلاط أو البليط زي ما بعض الناس بيحكوها وباللهجات. هل أنت كنت بتمارس هاي المهنة قبل ذلك، ولا أنت تعلمت هاي المهنة هون؟ نعم، كنت يعني أشتغل بالبلاط من أيام سوريا، من حلب، وأنا صغير تقريبا بالإعدادي بدأت أشتغل معاون، يعني معاون بلاط، مثل نحن مثل ما يقول يعني نناول، نعطي العدة، نعطي البلاط، نحن نسميها الجبلة، الطينة، وكل واحد يسميها بلهجة شكل. هاي شغلتنا، ومن خلال هالشي نتعلم بعدين القص، تراقب المعلم شلون يشتغل، مع عدة معلمين اشتغلت لبين تقريبا 17 سنة بلشت يعني أعرف أشتغل بالبلاط. اشتغلت بحلب فترة، وبعدين صرنا نسافر، يعني نطلع برا حلب، سافرت على قطر،
اشتغلت بمجال تلبيس الحجر، هذا كله شغلنا خارجي كان، وطبعا غاز الحرارة كتير عالية طبعا. وبعدين سافرنا على ليبيا، اختلاف شوي بالمواد، اختلاف بال يعني مثل بليبيا يستوردوا كتير من إيطاليا، بسوريا نستورد مثلا من تركيا، وفي مصانع سيراميك بسوريا، يعني كل بلد له طريقته لبين ما جينا على كندا. هون طيب. الاختلاف كتير كبير. أيوة، هذا السؤال بدي أسألك إياه قبل ما ندخل في المهنة. هل في اختلاف كبير بين البلاط أو البلية، هاي المهنة عندنا في بلادنا، خاصة إنه معظمه على حيطان جبلة، يعني حيطان طوب، وهون خشب. نعم في اختلاف. هون الاختلاف أكثر شيء بالمواد العازلة، يعني إذا ما صار عزل قبل البلاط هاي مشكلة كبيرة، هون يسموها دامج، لا يعني ميكل راح يصير مشاكل. إذا صار تهريب ماي الطرف الآخر من الحمام أو المطبخ أو وين هالبلاط، مشكلة كبيرة. لذلك هون قبل ما نشتغل ممكن نقضيها نهار أو يوم يومين بس لأنه قبل البلاط، ما قبل البلاط يعني اللي هو العزل. نعم العزل، اوكي. وهذا تعلمت الطريقة هاي هون، تعلمت بقول طريقة العزل في كندا. نعم هون طريقة العزل تعلمتها بكندا. بدأنا أول شيء الحمد لله بالأرضيات، الأرضيات الغرف الممرات المطابخ ما فيها عزل لأنه ما في مي، بس لما بدأنا بالحمامات هي الأهم شيء بالعزل. صاحب العمل يحكي لي أنه هون مختلف، لازم في مواد عازلة، البورد مثلا هذا يجي فلين مضغوط خفيف، سماكة نصف إنش تقريبا يعني سنتي وشوي، خفيف وبس إيه العزل هذا نركبه على الحيطان ببراغي، طبعا كل تقريبا 30-40 سنتي نحط برغي، وبعدين الزوايا يتعبوا بسيليكون يسموه كردي فيكس يعني، ومحل حتى البراغي نحط سيليكون لازم يتسكر عشان المي. نعم. طب احكي لنا عن هاي المهنة الآن في كندا، هل هاي مهنة مطلوبة، هاي المهنة مش مطلوبة، شو مجال عملها؟ نعم المهنة هاي كتير مطلوبة، وخاصة هاي البيوت الحديثة عم يحطوا لها كتير إضافات بلاط، يعني مدخل البيت، أرضية المطبخ، غرفة الغسالة، حمام من الأرض للحائط للسقفية، وحمام يسموه الباثتب يعني فوق الباث، وعندك المطبخ يسموه باك سبلاش يعني فوق الطاولات لتحت الخزن تقريبا مسافة 50-60 سنتي، هذا كله تقريبا البيوت الجديدة 90% بيحطوا هالسيراميك. نعم. طب أنا أحمد بدي أسألك سؤال، أنت جيت هل تعرف لغة إنجليزية؟ نعم. هل عرفت تعرف لغة إنجليزية قبل ما تيجي على كندا؟ الأمور العزل؟ اللغة الإنجليزية؟ لا ما كنت أعرف، لما جيت على كندا أنا دارس الصف التاسع، تقريبا تعلمنا الحروف الأرقام أيام الأسبوع يعني، وطبعا من مدة الإعدادي لمدة جيتي على كندا مسافة يعني منيحة من السنوات، كنت نسيان لأنه ما في استخدام، خاصة في بلد عربي ما في استخدام للإنجليزي أو مجال لغة يسموها ESL class يعني second language. اتعلمنا تقريبا فترة منيحة 6 شهور،
وترى اللغة طورت فيها بمجال العمل، يعني بالعمل صرت أتعلم لغة أكثر من المدرسة. حلو، اللي بتشتغل معهم عرب ولا لا؟ لا لا، اللي بشتغل معهم كلهم كنديين، والزباين كنديين. ما في عندك خيار، بدك تتعلم. ليش؟ لأنه عم تسمع وتستخدم اللغة، ما في خيار تاني. لذلك أنا قلت هون الكفلاء النيو كامر ولاتون، يعني القادم الجديد، إذا يجي على قرية صغيرة يتعلم إنجليزي، وبعد إذا ناوي ينتقل للمدينة ليشوف يعني مجتمعه، يشوف محلات عربية، مسجد كذا، ما في مشكلة. بس يجي على المدينة راح يخسر اللغة. طيب، وهي حاصلة الشغلة بكتير مع كتير من الناس. طب اللغة العمل، يعني backslash، التولز اللي بتستخدمها كلها تعلمتها من الشغل تبعك، ولا كنت تستخدم مثلا قاموس او اشي زي هيك؟ لا، مش شغل. مثلا انا باشر اول ما جيت، ما بعرف يعني، خاصة العدة، حتى الانسة المدرسة ما تعرف العدة. يعني في شغلات باللغة لازم يعني يصير عندك يعني متابعة مع صاحب عمل، مع رفيق عمل، زميل، تتعلم. لليوم لسه في كلمات عم بتعلمها جديد لليوم، يعني واحد ما يخلص التعليم. نعم. طب سؤال أحمد، أو سؤال جميع المشاهدين الآن، هل هذه المهنة تحتاج إلى رخصة معينة، ولا ممكن تدخل سوق العمل بناء على خبرتك؟ هذا سؤال جيد. أنا سألت صاحب العمل أنه إذا بدها رخصة، قال لي خبرتك هي الرخصة. يعني أول يوم يومين ثلاثة سوى تجربة، مثلا قال لي اشتغل هالغرفة، اشتغل هالمطبخ كذا، هاي هي يعني رخصتك. ما في رخصة هون يعني للبلاط. هون بكندا للآن ما في رخصة للبلاط، مثل الممدد الماي ولا الكهربائي بدهم رخصة، ولا العمار، بس البلاط لسه ما له رخصة. يعني بناء على خبرتك، إذا أنت بتعرف نعم، على خبرة وتضيف لها خبرة كندية من 6 شهور لسنة، يعني حسب تنوع العمل، لا يعني تقدر تحصل على الخبرة الكندية. يعني أقل من 6 شهور ما تقدر تحصل على خبرة كندية. طب اللي ما عنده خبرة، هل ممكن يتعلم هاي الصنعة من اللي ما عنده، يعني اللي ما عنده، ما هو مشتغل قبل أو ما نهائيا، هل تتوقع ممكن يتعلمها؟ ممكن يتعلم، بس يا ترى يعني ممكن يلاقي مجال انه يعني يروح يشتغل مع شركة ارضيات او تبليط او ستور، يعني فيه مثلا سيراميك، لبيع سيراميك. هل يا ترى مثلا راح يوافق يشغله ويقول له تفضل وراح اعلمك؟ ما بعتقد هالشيء هون في كندا. طيب، يعني خبرتك هي كانت السلاح تبعك، هي اللي ساعدتك؟ نعم. على بكثير. يعني بصراحة أنا لما بدأت مع معلمي ما عندي إنجليزي، يعني يمكن ليفل، بس اللي غطى علي وخلى المعلم يصبر علي الخبرة. طب بشكل عام احكي لنا عن هاي المهنة، هل هاي المهنة مطلوبة في كندا ولا لا؟ نعم، هاي المهنة يعني فنية، يعني البلاط فن. وإذا تروح مثلا على بيت، أول ما تروح على بيت مثلا راح تشوف المطبخ ونظافته من خلال السيراميك، من نظافة الحمام من خلال السيراميك. يعني مهنة مطلوبة جدا بكندا، وحتى في أصحاب بيوت وخاصة الصغار بالعمر الكنديين، مثلا بده يبيع بيته، يبعت علينا نشتغل له حمام، نضيف له إضافات سيراميك ويعلنه للبيع ويضيف عليه مبالغ منيحة للبيت، يعني حتى يساعد على البيع والشراء. حلو حلو حلو. طيب، في سؤال من سام بسألك، هل عندك شركة أو محل وحدك، ولا بتشتغل عند أحد؟ أنا بشتغل عند أحد، وعن طريق صديق زميلي بالعمل، يعني أيام
اولاد هاند يعني، اروح بعطيه مساعده كذا يعني لحالنا، عرفت؟ بس بشكل عام بشتغل دوام كامل بشركه. حلو، هل في فكره انك تفتح لحالك في المستقبل ولا لسه؟ ان شاء الله يعني كل واحد عنده طموح للافضل ان شاء الله. طب هل فتح شركه زي هيك تتوقع صعبه ولا لا؟ لا لا ما هي صعبه. هلا انا ممكن مو مثل هالشركه اللي عند مثلا الشخص اللي بشتغل معه، ممكن بس يعني مثلا بلاط وكارت، ومثلا على السوشيال ميديا، على الانستغرام فيسبوك تحط اعلانات، حلو. ممكن هاي. بس انه مثل يعني وبدك توصي اوردر، واكثريه البضاعه ممكن تجي من امريكا، صعب علي. اوكي، يعني هاي الشغلة. طيب احكي لنا شوي عن حسنات هاي المهنة وإضافة إلى سيئاتها في كندا. هلا حسنات المهنه كثيره، يعني كثير حسنات المهنه. تعز صاحبه هاي المهنه يعني. هون مثلا بالمنطقة كلها ما تلاقي مثلا يعني صاحب العمل عندي من فترة طويلة عم يدور على معلم بلاط تقريبا سنة ونص، بعدين لقى واحد كندي اشتغل معه 3 أسابيع، وبعدين لأنه ممكن هو كان بيشتغل ولحسابه الخاص افضل له من الشغل عند مثلا الشركات. يعني هاي من محاسنه انه تعز صاحبه معرفات هاي المهنه الحمد لله. هل في لها سيئات؟ ما لها سيئات، وجع الظهر والركب. نعم كثير. يس. طيب هل بتحاول انك تقي نفسك؟ في شيء بتساعدك؟ بتحط مثلا مشدات على الركب او شغلات ارضيه عشان ما تضغط على ركبك؟ هل بتسوي هاي الشغلات؟ يعني هاي حماية للركب، ولما نشتغل بالأرضيات يعني استراحة، يعني الشغل الأرضيات. وبشكل عام نوزع مثلا هالأسبوع نشتغل أرضيات، الأسبوع اللي بعده مثلا لما صاحب العمل يبعثنا على شغل مثلا حمامات حوائط، ممكن يعني تساعد شوي. بس إنه مثلا شهر شهرين بس أرضيات مشكلة. تتعب. طيب هل تعرف في جامعات أو كليات على حسب علمك؟ إذا ما بتعرف قول لي ما بعرف، بتدرس هذا الشيء؟ في تدريس إلها؟ هلا انا بس كمان حكيت مع صاحب العمل بهالموضوع، اقترحت عليه انه ليش ما نساوي مثل معهد او مثلا مكان نعلم الطلاب الثانوي اللي بدهم انه مهد البلاط، وعم بيفكر بهالموضوع يعني بجد عم بيفكر بهالموضوع. طب أحمد، ممتاز، فكرة رائعة. يعني أحمد بدي أسألك سؤال، هل خبرتك اللي في الدول العربية عملتك متميز في البلاط؟ يعني هل في شيء جديد ممكن تدخله أنت على هاي المهنة في كندا؟ طبعا الخبرة والسنين الخبرة بالدول العربية ولا بالسنين تساعد كتير طبعا. يعني كتير اتعرض من الزبائن لأسئلة عن نوعية المعجون الجراوت يسموه، عن كيفية مثلا التبليط، مثلا ايام نحط له بلاط نحن نسميه عمار مثلا نص نص البلاطة، او الخطوط على بعض، او تحط رسمات الوان معينه. هاي كلياتها 90% الزبون يسال المعلم البلاط ما يسال صاحب الشركه. ايام نسوي تعديلات على البيبر وورك حلو حلو. لما نروح العمل، الورق يعني مثلا 3 4 ورقات مكتوب العنوان، مش لازم اخذ مواد، هي كلها المعلم يساوي. انا احمل بسيارتي الشغل ونروح على صاحب الشغل، اول شيء نتعرف مثلا نقول له انا احمد من الشركه الفلانيه جايك بشان مثلا
انه نبلط لك الحمام او نبلط لك المطبخ، يكون هو على استعداد، يكون الشركة يعطيته يعني قبل بوقت بيوم او الصبح بكير، انه هل الانسان مثلا ما يحب الكلاب، اللي عنده كلب يشيله على طرف، هون ما عنده مشكلة يعني عادي، هون حرية. نروح بعد ما نتعرف، انا في عندي تعليمات مثلا على الورق البيبر وورك، انه لازم اشتغل، بس انا يعني على التأكيد بسأل الزبون، وبشكل عام الزبونة، الزبون الرجل ما له كلمة بشكل عام. 90% النساء متحكمات بهالموضوع. مباشرة نروح على المعلم الكبير. ضيعت وقت. انه هالبلاط مكتوب هيك فورا، يعني 90% ايش رايك انت بروفيشنال، انت عندك خبره، ايش رايك ايش كذا، ان نحط لهم مثلا 4-5 بلاطات بهالشكل، 4-5 بلاطات بهالشكل، بستنى للزبون يعطيني الراي، وبعدين اذا رايي يناسب راي كمان يرتاح الزبون. يعني هيك طريقة العمل، هاي أمثلة طبعا. طيب ممتاز. في كم سؤال من المشاهدين حابين نسألك إياهم. كم طبعا تقريبا الدخل بالساعة؟ رجعي السؤال. كم الدخل، قديش بدفعوا لك بالساعة تقريبا، يعني مش شرط 100% تقريبا. أول ما واحد يجي على العمل يبلشوا يعني ب 22 ولا ب 20، وممكن توصل لل 40 حلو كويس. نعم. يعني كويس دخلها. طيب في سؤال، هل بيقدر الواحد يتعلم من اليوتيوب؟ صعب، لازم تمسك بايدك صح؟ نعم، هي المهنة فنية، قلت لك فن، بدها ممارسة وبدها حركة ايد وبدها ذوق كتير المهنة هي، لانه على خلل بسيط يعني ميلي ولا ميليين اي شخص يعني راح يشوفه بالعين. يعني هي بدها شوية خبرة اكيد، يمكن الاساسيات يمكن تاخدها من اليوتيوب، بس العمل بيعطيك خبرة اكثر. في سؤال بقول، البلاط اللي بنشوفه في محلات البلاطات زي رونا بيختلف عن بلاط بلادنا، مثلا هو بيحكي في الاردن بنباع بالحبة، هل البلاط فعلا بيختلف بين الدول؟ شعرت فيه انه في بلادنا بيختلف عن بلاط هون بالقدم المربع ينباع البلاط، يعني الحمام مثلا ببلادنا نقول 12 متر مربع، هون يقولوا 50 square feet بالهذا بالقدم المربع، يختلف البيع والشراء عن بلادنا طبعا. طيب انا بدي اسالك سؤال، هل في عندكم انشورنس تشتروه لا سمح الله صار معك مشكله في العمل، سوري صار معك مشكله في العمل او صار مشكله في شغلك والزبون مش مرتاح لها، هل في انشورنس تشتروه لذلك ولا مش شرط؟ ما فهمت السؤال، تقطع الصوت تقريبا. في تأمين بتشتريه أنت عشان تأمن على شغلك إذا ما عجب الزبون ترجع تسوي له إياه، ولا صاحب عمل عنده تأمين؟ أنا بعتقد أنت قصدك على تأمين بشكل عام. في تأمين ده السؤال أنت قصدك؟ التأمين نعم 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 يوجد تأمين بالشركة اللي نشتغل فيها طبعا، وفي بنفيت يعني تأمين عليك. ايه هذا نعم اسمه long term disability يعني. لا 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 انا بسأل على تأمين على الشغل. تأمين شامل؟ تأمين على الشغل، الشغل تبعك، يعني صار مثلا ما عجب الزبون بده يكسر البلاط كله، هل في تأمين على ذلك؟ هلا اذا التأمين هو الزبون في اتفاق ما لي دخل، لما صاحب الشركة يقول لي اشتغل بهالطريقة والزبون متفق معه على هالطريقة ونحن ما عندنا أي خطأ والزبون ما عجبه العمل،
هذا هاي مشكلة الزبون مو مشكلة الشركة، بس تقريبا ما صارت بهالأربع سنين معي ولا مرة هالشغلة. اليوم أبى أشتغل بمالمر، يعني تقريبا بعيدة من هون ساعة تطلع الشغلة. سألت صاحب العمل عن راح أشتغل أرضية حمام، إنه بأي جهة بده البلاط، البلاط مثل البلاط الخشبي 15 سنتي ب60، بأي جهة مثلا أول ما تفوت على الباب، على باب الحمام. أم قال لي لا بالعرض تابع الخشب، الخشب البرة الحمام. اشتغلت 10 بلاطات يوميتها آخر اليوم ومشيت على البيت. اليوم رحت الصبح تابعت، اجاني الظهر صاحب العمل قال لي ما عجب زوجتي الجهة، الجهة البلاط ما عجبت زوجتي، بس هو قال لا يعني تأخر الوقت لأنه كنت مخلص يعني امبارح 10 بلاطات واليوم نص الحمام. وطبعا على طلبه لو قال لي فك الشغل راح اتصل بصاحب العمل راح يقول لي فكه، بس صاحب العمل راح يسجل عليه ساعات زيادة. واضح واضح. طيب عادة الماتيريالز انتو بتشتروها ولا صاحب البيت بيشتريها؟ نعم المواد انتو بتشتروها والبلاط ولا صاحب البيت؟ بشكل عام الكاستمر الزبون يجي على المحل، لأنه هو صاحب هذا العمل عنده محل معرض سيراميك نسميه، عنده أنواع سيراميك بس عرض. الزبون اختار نوعية من البلاط، الكمية يكون صاحب العمل يكون رايح قبل يوم شهر شايف كم متر أو كم قدم، يسوي له أوردر توصية ويجي البلاط. بشكل عام المواد كلها من عنا، من مواد لاصقة للألواح العازلة للبراغي للسيليكون للبلاط بكل أنواعه كلها من عنا هاي. طيب عادة هل تعطي كفالة على شغلك؟ يعني كفالة شهر سنة قديش بتعطي؟ نعم كفالة؟ نعم هلأ أنا بالنسبة إلي ولصاحب الشركة إذا أي خطأ لو مثلا نروح نصلحه وما عنا مشكلة، صاحب الشركة كتير يهتم بالزبون. يعني نفوت على البيت مثلا فتنا على مطبخ عنا مثلا مواد او غطاء نحطه مثلا على طاولات المطبخ، نمد غطاء مثل موكيت او كذا، هل زوايد عنا على الارضيات، نحافظ على البيت على الارضيات الخشب على الطاولات على الخزن على كل شيء على الحنفيات، نحافظ على كل شيء. ولما نطلع نفس الشيء نسوي تنظيفة كاملة مرة. تفضل. مرة زبونة اشتغلت لها مطبخ وعندها الخلاط تبع المي يعني غالي جدا، غالي مثل مطعم بنحاس، وممكن وانا بالشغل وانا بشتغل صبت لها الخلاط مسافة نص انش، هون يستخدموا الانش تقريبا سنتي، جرح بسيط يعني خدش، تصورت الخلاط وبعتته لصاحب الشركة. الصبح قال لي هذا الإيميل وصلني، أنت صبت الخلاط؟ أنا صبت خلاط. قال لي راح نبدل له إياه، وراح صاحب الشركة اشترى واحد جديد. نعم هاي مهمة. طب هل أنت تعلمت هاي الشغلات في كندا؟ كيف تتعامل مع الزباين؟ كيف تحكي معهم؟ نعم هون التعامل معهم غير طريقة بلادنا، يعني هون الزبون أول ما تفوت بده أنا بدي ذا. في زباين هلأ مثلا بالكورونا في زباين يطلبوا منا نرتدي القناع الغطاء الوجه طول أننا موجودين، في زباين لا ما عندهم مشكلة، يعني حسب الزبون. بس بشكل عام يعني تعلمت هالشيء بكندا. نعم حلو 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 كويس. طيب انا بدي نصيحتك احمد لكل شخص بده يمارس هاي المهنه، شو بتحكي له؟ شو النصائح اللي بتحكي له يعني؟ اول شيء تعلم هاي المواد العازله كتير ضروري،
لأنه بهالأربع سنين صار خطأين الحمد لله مو معي بس تابعين للشركة، صار تهريب ماي، صاحب الشركة راح أربع أو خمس مرات ويفك البلاط ويرجع البلاط ويتابع تهريب المي. يعني هاي مشكلة كبيرة، لازم يتعلم العزل تقريبا ثلاث طرق، من الحوائط يكون جاهزات الدراي وول يكونوا جاهز وما بده يفكه صاحب البيت، تدهن مواد عازلة يا يجي لون أحمر يا أخضر وجهين، يعني تدهن تعيفه مثلا ساعة تشغل المروحة وترجع تعيد الدهان، هذا يعني ممكن. وفي تشيل البول وتحط هذا البورد الكردي بورد، قلت لك نص انش سماكته، هذا فلين مضغوط، هذا كمان يعني هاي احسن طريقة وانا بفضل هاي الطريقة. يعني تعرف انه انت الحائط السماكة كلياتها عازلة مو بس مثلا قشرة بسيطة. وفي طريقة ثالثة كثير مثل القماش عرضه متر وطول يعني مفتوح، لاصقة تبعي سيراميك بس خاصة لهالقماش، نعبي حيط بالمادة اللاصقة ونحط هذا القماش على الحيط، هاي شغلة ثالثة. بس أنا بفضل البورد الفلين المضغوط، هذا أفضل شيء. هذا جاهز بكون بتحطه وبتركبه بدل الحيطة العادية صحيح؟ بده يشتغل بهالشغلة يتعلم العزل، هذا أهم شيء. نعم. طيب اللي جاي من بلادنا وحابب يشتغل هاي الشغلة، هل بتشجعه إنه يتواصل مع الشركات ويشتغل معهم ولا يبدأ دايركت يشتغل لحاله؟ لا يتواصل مع شركات، وإذا يشتغل مع شركات كندية ويكون عنده زملاء كنديين بشان يعرف طريقة الشغل، لأنه لو عنده خبرة 10 و20 سنة تختلف عن بلدنا، بيوتهم تختلف، الحوائط تختلف، تفكيرهم كله يختلف وطريقة التعامل والماتيريالز. نعم. والمواد يعني مثلا هون في مثلا بالحمامات بعض الحوائط نحط نيش نسميه، وهو عبارة عن مثلا نافذة صغيرة بس داخل الحيط، هذا تحط عليها الشامبو، يعني داخل مستوى الحيط، هي اسمه نيش هون يسموه. هذا ما تحسن تحط هالنيش بجميع الحوائط، في حوائط فيها انسليشن، فيها عازل البرد، إذا أنت تشيل هذا العازل وتحط النيش بده البيت كلياته يصير بارد، يعني كمان في طرق لهالأمور. لا ما شاء الله عليك، شكلك عندك خبرة ممتازة في هذا الموضوع. طبعا أنا يعني بفتخر بالأشخاص اللي عندهم خبرة في بلادنا وبيعرفوا يشتغلوا حرفة معينة وبيجوا هون بتعلموا الحرفة هاي أو بيعرفوا أسرار الحرفة في كندا، فبيبدعوا بالطريقتين، لأنه الشغل في بلادنا له تقنيات بيختلف والشغل في كندا في كودز، في أسرار، في أمور الواجب عليك اتباعها، زي موضوع العزل مثال حكينا احنا، في موضوع الكهرباء، المسافة، في أمور قانونية لازم تتبعها انت كواحد تشتغل في هذا الموضوع، فلازم تتعلم هاي الشغلات. أخي أحمد، أنا طبعا فخور كتير فيك وببارك لك بنجاحك في هذا البلد، أنت قصة نفتخر بها، وقصص اللي مثلك كتار ما شاء الله من إخواننا اللي إجوا من الدول العربية ومن سوريا ومن الأردن من فلسطين من الشام من بلاد شمال أفريقيا دول الخليج، نفتخر فيكم جميعا، لأنه فعلا أنتوا بتبينوا الحرف العربي قديش بيقدر يتأقلم مع السوق الكندي. أنا بدي أعطيك في النهاية آخر دقيقة إذا بتحب توجه أي رسالة للجمهور بنتشرف بسماعه. اللي عنده مهنة بس يتشجع يتعلم شوية إنجليزي ومعه بالتعامل مع الناس مع زملاء المهنة راح يتعلم، وما في شيء صعب، يعني بس بده وقت، يعني يصبر على نفسه الإنسان بمهنة البلاط وبغير مهنة،
والله الموفق آخر شيء. الله يوفق الجميع، والله يوفقك أستاذ أحمد. أنا باسم كنار تي في وباسمي شخصيا وباسم جميع المشاهدين اللي تابعوا أو حيتابعوا هذه الحلقات على اليوتيوب تبعنا أو على الفيسبوك، بنشكرك جزير الشكر وبندعو لك بالتوفيق والنجاح. أنت حكيت لي قصة أنه السبونسر تبعك قرر أنه يجيب أخوك الآن، صحيح؟ نعم الحمد لله. من نجاح بهالمهنة المعلم مع السبونسر مع قرروا أنه يجيبوا أخي، طبعا أخي لأنه يشتغل بنفس المهنة وهن موجود بكندا، هاي دليل تاني أنه يتشجع لأنه هن بحاجة لناس من كندا، ما بالك أنت بكندا وعندك مهنة، لا تخاف بهالمهنة، طالعة واتكل على الله والله الموفق. الله يوفقك، ونتمنى أخوك يجي بالسلام إن شاء الله، ونتمنى لكم، نتمنى أنه أراك وأسلم عليك لأني أنا بفتخر بالأشخاص اللي زيك. بارك الله فيك ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا مرة تانية لك، تصبحون على جميع الأخوة العاملين بالقناة ولجميع المشاهدين. شكرا لك. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام.